السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ديال دايلي بي اتش دي لايف. اليوم غادي الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف شويه. علاش؟ لان غادي نبغيو على واحد الكتاب اللي هو مهم. الكتاب كيتعلق بهاد وات ذا فاك ايفولوشن. كتاب وات ذا فاك ايفولوشن هو واحد الكتاب اللي كتبته واحد السيده سميتها مارا جراندبوم، مهم، صحفيه علميه كاينه في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه. الكتاب هو كتاب ساركاستيك ان بو، يعني هو حوار ما بين ليفولوشن التطور وشخص معين حول بعض الكائنات اللي الشكل ديالها ولا داكشي اللي كدير في لا في ديالها اللي هو غريب، واحد الكومبورتمون شويه بيزار. المهم وات ذا فاك ايفولوشن هو عباره على تصاور وحوارات، حوارات مضحكه في بعض الاحيان وحوارات غريبه في بعض الاحيان ايضا. كيتعلق الامر بالعديد والعديد من الكائنات اللي الكومبورتمون ديالها او كيفاش كتعايش داخل البيوتوب لابيسينوس ديالها، شي حاجة غريبة. المهم انا اختاريت انني ندوي لكم على بعض الكائنات هنايا اللي فعلا غريبة. المهم الكتاب على هاد الشكل هكا، لا ميزون ديديسيون كاينه في نيويورك، وركمان بوبليشين، والكتاب تطبع في فلاشين. المهم الكتاب حقق مبيعات جد 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 عالية، وصراحة يستاهل لأن فيه معلومات قيمة، وكيعطيك أفكار على كيفاش نقدية لواحد النظرية اللي هي نظرية المخالفة للنظرية ديال التطور، هي نظرية ديال التصميم الذكي. والكاتبة اختارت كوم تيتر هنايا وات ذا فاك ايفولوشن، ودارت ا ثيوري اوف ان نونتيليجيبل ديزاين، النفي ديال الانتيليجون لا ديزاين انتيليجون ديال التصميم الذكي ولا لا ديزاين انتيليجون، يعني التصميم الغير الذكي. من هنا في بينات بعض الكائنات اللي صراحه عندهم بعض لي كاركتير ولا بعض لي كومبورتمون اللي هما بيزار واللي ما كيدلوش على شي تصميم ذكي. المهم من بين الكائنات اللي غريبه نبدا لكم بهادي، هي جريت بلو سبوتد مود سكيبر، واحد تيب ديال واحد النوع ديال سميتو ديال الاسماك اللي باش ياكل ولا باش يصيد خصو يخرج لبرا، ويخرج لبرا ويتنفس في الهواء عاد يصيد وعاد يرجع للبحر. المهم الحوار هو كالتالي، انا نحاول نقراه عليكم ونشرح لكم شنو تقال. هنا حوار مع تطور. evolution you'd better put those fish away، أي تطور يجب عليك وضع هاد الأسماك جانبا. what no they are fine، لا تطور كيجاوب لا هما زوينين. but they're not in the water، لكنهم ما كاينينش، راه واخا زوينين راه ما كاينينش في الماء. التطور كيجاوب لا ما ils ne sont pas supposés d'être dans l'eau، ماشي ضروري يكونوا في الماء، راهم كيتنفسوا في الهواء. since when، متى كان السمك يتنفس في الهواء؟ التطور كيجاوب منذ أن قررت ذلك. يعني التطور خدا القرار على أنه يخلق أسماك كتنفس في الهواء. أي أوبس تططا هنا دي، ولكن راه كيديروا هكا النقاش الثاني كيسلام كيقولوا راه كيديروا هكا راه بحال غادي يتخنقوا. لا راهم ما غاديش يتخنقوا. علاش؟ لانهم راني درت لهم انهم يتنفسوا في الهواء ويمكن لهم يعوموا حتى في الغيص، واش حيت ما باغيهمش ينشفوا. اوف كورس نو، دي كيقول لك لا راه ما يخصهمش ينشفوا حيت راهم اسماك، ولكن واخا راهم اسماك راهم كيقضيو بعد وقت كبير في سميتو في الهواء. yes what exactly is so confusing about this، انا التطور كيجاوب ما هو الشيء المحير في ذلك.
حيوان ثاني اللي بغيت ندوي عليه هو حيوان كتعرفوه كاملين، هي لا مونت ريليجيوز. لا مونت ريليجيوز هي هذيك، فوالا هذه هي لا مونت ريليجيوز. و الكومبورتمون بيزار اللي عندها، في الكومبورتمون بيزار اللي عند هذا النوع ديال الحشرات هادو، هو انهم ملي كيكونوا في الفتره ديال التزاوج ديالهم عند الانتهاء من الفتره ديال التزاوج كتقوم الانثى باكل الراس ديال الزوج ديالها. وهنا الحوار اللي كاين هو ان التطور طالع عليه الدم. علاش؟ لانه كيقول بانني انا خلقت حيوانات تحب بعضها البعض وكيتشاركوا في الحب، وانيمال اللي كتحمي بعضها البعض. ولكن انا كنت تطور كيدوي على نفسه، كيقول لك انا كنت نايف، جيتي ناي ان بو نايف. علاش؟ لانني بعد ما خلقت هادشي كامل حتى حاجه ما بقات كتهم شي واحد مع هاد الامور ديال الحب وداكشي وداكشي وداكشي. كيسولو قال له واش لا جينيتيك، سميتو مثلا هكا، واش لا جينيتيك خذلاتك في هاد الحاله في هاد اللحظه؟ قال له نعم ميبي، انستيد اوف جاتلين افتر دي ميت. قال له من بعد ما هاد الحشرات كتخصها تحب بعضها، افتر دي ميت، افتر يعني من بعد ما تعرفوا، من بعد ما هذا، للاسف ان واحد من هاد الحشرات هذه اللي هي الانثى كتقوم في الاخير من الاكل الراس ديال الرجل ديالها وكتخرجه من لا ميزير اللي عايش فيها. قال له راه كاين بان ليا بلي راك طالع لك الدم. قال له لقد مات الحب. انا يعني التطور يجاوب لانه لقد مات الحب. المهم ديسكوسيون شويه شويه بيزار. وبطبيعة الحال هاد لامونت ريليجيوز هي بحالها بحال 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 الكومبورتمون اللي عند بعض الحشرات العناكب الانثى كتاكل راس الرجل ديالها قبل، من بعد ما كدير لا ريبرودكسيون معاه، من بعد ما كيتلاقاو. اللي لحد الان ما معروفش علاش كي كتاكل. ثالث انيمال هو واحد الانيمال اللي فريمون بيزار اللي هو هذا اللي كيشبه الفئران. هو نوع من الفئران بطبيعة الحال. سميتو يلو فوتد اونتيكنيس، اللي عنده واحد الكومبورتمون ايضا بيزار في التجاوز ديالو. علاش؟ لان هذا النوع في الفترة ديال التجاوز هو كيعيش تقريبا 12 شهر سنة، ومن بعد 12 من بعد كيوصل لا ماتوراسيون، من بعد ما كيفوت 12 سنة خاصو يمارس، خاصو يدير التزاوج ديالو. ولكن اغرب حاجه هي عنده في هذه القضيه ديال التزاوج. علاش؟ لانه كيتسارع تقريبا على انه من بعد خاصو يمارس المده ديال اسبوعين متتاليه، الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، مع اكثر عدد ديال الاناث معه. يعني الانثى اللي لقاها غادي يتزوج معها. And he have sex each them for up to 14 hours at strength. يعني كل أنثى عادي يمارس معها الجنس مدة ديال 14 ساعة متتالية. تخيل معايا 14 ساعة متتالية، حتى كيبقى أن هذا الكائن هذا في هذه المرحلة ديال التزاوج ديالو كيبقى كيطيح منه الفيدر ديالو، يعني سميتو الشعر ديالو كيبقى كيطيح، كيتصاب بستريس. واخا هكا كيستمر حتى كيوصل لواحد المرحلة ديال أنه كيموت غير دوك الاسبوعين بكثره ديال التزاوج المده ديال 14 ساعه مع كل انثى. كيمرض وكيوصل لمرحله ديال انه كيموت. اش كيتسمى هذا؟ هذا كيتسمى سويسايد ريبرودكشن، يعني التزاوج الانتحاري. كتزوج كتخلي الاطفال ديالك يكبروا وكتموت انت، هذا هو التزاوج الانتحاري. هنا كاين واحد ديسكوسيون بيزار مع التطور، لان ما عرفتش علاش كاين هذا النوع ديال هاد التزاوج هذا اللي في الاخير غادي يموت فيه الراجل. يا بات هي دازنت نو ليت يت هابي كامينا فيج ليتل جاي. قال لك في الاخير كيقول التطور بانه هو راه فرحان وعاجبو الحال لانه ما عرفش انه غادي يموت من بعد، ولكن راه عايش اللحظة. بيضاء 14 ساعة. والحيوان الأخير، المهم كاين بزاف ديال الأنواع، بزاف ديال الحوايج اللي مضحكة جدا واللي كتبكي بعض الأحيان. مثلا ديتراديغارد، هاد النوع ديال الحشرات، النوع ديال لي بارازيت.
لانه كيقدر هذا النوع هذا كيقدر انه يعيش في الاوتر سبيس، يعني خارج النظام ديالنا، خارج الكره الارضيه، يعني يقدر يعيش في الفضاء بلا اي مشكل، قادر يعيش في غياب الاكسجين، في حضور الاكسجين، يقدر يعيش في اصعب ظروف في الحياه. علاش ما عرفتش. الحيوان الاخير وليس الاخير هو هذا النوع ديال القرده اللي سميتهم ذا جولدن سنوب منوزد مانكي. اقرا لكم هذا الحوار اللي مدير وعده. Damn it, run out of noses. Maybe I shouldn't have put so many on the fish. Damn it. ما بقاوش التطور كيقول انه ما بقاوش عندي بزاف ديال الانوف، ضيعت كل شيء ملي كنت كنديرهم لسميتو الاسماك. There is another shipment coming next week. Evolution, just wait until then. راه كاين واحد شيبمون ديال الانوف، ديال النيفان، ديال الخنافر جايين، غير صبري شويه على ما يوصلوا داك هذا كجاوب. But I'm already behind deadline on these monkeys. Natural selection really been riding me lately. If I hold this up any longer, I'm toast. قالوا راني مزروبه. علاش؟ راني فت الحد ديالي، انا خصني نوصل لواحد الحد، خصني نعطي الكائنات ديالي اللي خلقت. كيقولوا ناتشورال سيليكشن يعني تصميم، ناتشورال سيليكشن يعني لا سيليكسيون ناتوريل، راها تابعاني وراها مزيراني، يعني خصني نوجد لها الكائنات ديالها اللي علي ديزوف طحانة. You can't send them out with those noses. Those it's growth stack. قالوا ما يمكنلكش تصيفطهم بهذا النيف ديالهم اللي داير هكا، راه خصو يكون النيف ديالهم كبير شويه هكا، لانهم القرود وكيتعتبروا من واحد السلسله التطوريه اللي كبيره، ما تعطيهمش هذا النيف هكا، راه ما ينفعهمش. I don't think I have a choice. Okay, I really need this job. التطور كيجي وكيقول راه ما عنديش كيف ندير لهم، خصني نعطي لهم هذا النيف هكا يقضيو به، لان ما باغيش نخسر الوظيفه ديالي. يعني بحال التطور راه الوظيفه ديالو هي غير ينتج وصافي، وما مهموش كيف غادي يكون داك المخلوق، المهم غير يعطي. و I don't have a choice. المهم هذا هو ما يتعلق بهذا الكتاب. المهم كاين بزاف ديال الانواع ديال الكائنات، بزاف الانواع ديال الحشرات، بزاف الانواع ديال الاشياء الغريبه جدا جدا في هذا الكتاب. المهم ندير لكم كاين، لان هاد السيده هادي عندها واحد البلوك في تامبلر، عتلقاو سميتو السيت ديالو هنايا. دخلوا تفرجوا، تشوفوا المخلوقات اللي داوي عليهم، بعض الحوارات اللي دارتهم، كاينين في هذا الكتاب، وكاينين حتى في سميتو، وكاينين حتى السيت. كان هذا كل ما يتعلق بهذا الكتاب. قراوه، عادي يعجبكم، عادي ينفعكم، عادي تضحكوا بزاف معاه، عادي تشوفوا اغرب التطورات اللي كاينين في الحياه، بعض منهم ماشي كلهم، لان ملايين والملايين والملايين من الكائنات الحيه، يعني كاينين بزاف الحوايج اللي غريبه واللي عجبكم. شكل عجبكم الفيديو، ما تنساوش على انكم تبارطاجيوه، ديسكوتيو في لي كومونتير، لايك ان سبسكرايب، شي حاجه اللي مهمه واللي كتعطي امكانيه على انني نستمر في الفيديوهات اللي كندير. عجبكم الفيديو وبغيتو تقترحوا عليا مواضيع ندوي عليها، انا في خدمه. كنتسنى اقتراحاتكم اللي غادي تمكن اننا نزيدو بالفكره ديال الدايلي بي اتش دي لايف القدام. مستقبلا في الاسبوع القادم او الذي يليه غادي ندوي لكم على كتاب اللي هو جد 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 مهم، وكيحكي واحد الاشكاليه ديال العصر. هو كتاب في الدومين ديال البيولوجي وديال الايكولوجي، المهم الدومين ديال البيولوجي اون جينيرال. ما نحرق لكمش الكتاب دابا، خليه حتى الحلقه ديالو. كان معكم نبيل رضوان، تشاو تشاو.